شوفوا فيديو طبعا بأخبار. ويلبسون مشير واكسسوارات، يحطون مكياج، بس هم ينفعهم شنو؟ تصويرهم صح، اضاءتهم صح، فتطلع المذيعة بالضبط نفس الطبيعة. فهذه هي القصة. طبعا اغلب اللي يكتبوا لي هالكلام يسوون روحهم يعني من هذيل المثقفين اللي يتابعون كل شيء. طبعا انا صيدهم، لان انا اتابع الاخبار الاجنبية الحين تقريبا صار لي يمكن 20 سنة، تخيلوا، لان كنت عايشة برا الكويت 10 سنين، والان 10 سنين بالكويت، وهذا شغل يعني. فلا تتفلسفون على راسي، روحوا تفلسفوا عند الاغبياء السطحيين، لا تيوني انا. ها،